أنا الآن أرى ما شاء الله أهل القرية، لكن أين الأولاد؟ قلت ها الأول نحن خير نحن فهم نحن ما شاء الله تان لين فيا تان دبيه تان أي تان أهل قلت سار تان بي مون بيه يانغ نو أين أولادكم؟ قلت ها أخير كون كون ما أين؟ لازم تأتوا بالأولاد إلى المساجد لابد. قلت ها نوم 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 كون كون ما فون نوم كون كون ما مسجد فون أنا كنت جيب كارا جام بعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم. النبي صلى الله عليه وسلم بني جيتها فرا كون ربحني أين. الولد إذا كان 7 سنين لابد أن يأتي المسجد. كون كون كان في مين أجوكم بالشنام جام بعد تروا أبي ما مسجد. لابد أن تأتوا بالأولاد إلى المساجد، لكن تحافظ على الأولاد لا يشوش لا يلعب في المسجد، تعلم الصلاة تعودوا على الصلاة. كان كون كون ما مسجد يوم شيء جيم بنغرين فيه أم في ربيع سبعين يعني هاي نن يوم ترى بنغرين فيه كم أبي لو لا داي مين كا تحول تدار نه سبعين يعني نحن مسجد. مهم جدا أن نعلق الأولاد بالمساجد مع احترام حرمة المسجد. វាសំខាន់បំផុតរឿងដែលយើងបង្រៀនកូនរបស់យើងឲ្យមកមកជិតហើយបង្រៀនវាអំពីរបៀបសម្បាសយ៉ាងដោយបំរាមវាកុំឲ្យថ្លង់ហើយនឹងកុំឲ្យធ្វើអ្វីអ្វីប៉ះពាល់ទៅដល់មកជិតយ៉ាងនេះយើងត្រូវឲ្យតម្លៃនិងធ្វើតាមរបៀបរបបដែលមកជិតទាមទារឲ្យមកជិតធ្វើវ៉ាឡោអាឡោវ៉ាឡោ